عزيزي جديد يدخل حسابات السيا وهو الحارس نور الدين الفرحات اللي دار عليه برشا حديث عامني وبعد فترة محترمة عادية في الاتحاد الرياضي بنقردين. قرديان كسب برشا ثقة في روحه وكان نقطة فارقة في وصول بنقردين نصف نهائي الكوب. في وقت الحسم الفرحات كان حاضر بقوة، أكثر قرديان منع بنالتيات في البلاي أوف سيزون اللي فاتت وينجح في صد زوج بنالتيات في كرسة الكوب خلات بنقردين يوصل لنصف النهائي. ومالغري العدد الكبير وقبول الأهداف مع بنقردين إلا أن الفرحات يسير البلان انديفيدويال يعتبر من أقوى من فما في تونس، ريفليكس كبيرة وبريس دو بال محترمة من غير ما ننساو أنه حارس يعرف يلعب ساقيه مليح. فرحاتي وراء حقيته بحراسة كاج السيا بعد ما ردود طول المطوف الجارديان الزوز معز حسن وسيف الدين الشرفي الموسم اللي فات، الشيء اللي أكد أنه الفريق بحاجة لحارس ديسيزيف في الأطراح الكبار يخلي ليكيب في فورمة.